صباح النور والسرور. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ امور هانيه. ايوا يا لالا، نهار اخر، فطور اخر على برا مع الغزالات. غزالات، عرفتكم كنت من النوع اللي كيغلط بغير ويلي كراني دابا فيا ما عرفتش شحال كيلو في المغرب. عرفتي كنبقى ناكل ناكل كنشبع وكنبقى ناكل كنبقى نبزز على راسي بكثرة من محشى هاد الشيء ومبقى والو غنمشي. فطرنا وقلنا غادي نشربو كافي هنايا على البحر، قلنا نبقاو متابعين زعما الطونوبيلات بيدات. كي دايرين؟ اوبس، خارج بلا سينيال. عرفتي كي دايرو شي خرجات؟ عرفتي كنت غندير نص ديال الطونوبيل هنا من الدورة. ما معرفتش منوش. المهم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مش كتعاودو هادي عجباني راه بداو كيتقشرو من القدام. انا مغطية العيب بنضات ما مانيش ميك اب ولا ندير حتى حاجه. كاين والو اصلا. شبعت بزاف، قادره حتى نهضر تخمت. ايوا هاد النهار عاوتاني نهار عامر. دابا استنى نشرب قهوة أبخي غنرجع لجويه سيدي ماما، غادي شي غارات حدا عين سبع وغنعاود نمشي غنمشي نقضي شي غارات تما. عرفت واش نقول ولا منقولش؟ نقدر نقول ونصور ونحط شي فيديو حتى من بعد معرفتش. المهم الله يسر الأمور. إيوا ورا غيمشي النهار. دابا راه الساعة راه 12، صلاة 12 دغيا 12. نجي نشرب قهوة هي الوحدة ونص، نهضر في العين السماء هاهي جوج ونص تلاتة ستة. النهار سالا. واو النهار شحال كيجري أختي، اليوم ويجري. الله نشوف البحر باين ديال الصباح باين. البنات ما عرفتش فين هما، مش ليا في الطريق بلاتو نعيط ليهم.
عبيدات، قلت لكم انا معاكم، ما بقيتش معاكم. دابا 6 العشيه 6 ونص وانا غادي للدراجه. عرفت واحد جباني ما دوش عليهم، بداو كيتقشروا. قلت لكم راه يتقشروا غيولوا باهتين بزاف، عاد الرتوش وعاد يتقشروا. يلاه يلاه ما يكاب لا والو، غير الجري. ايوا عطو راسي راسي عامر، ولكن الله ييسر الامور، الله يسخر الامور. وهذا تمشي للدار تحت هاك ويدات. لاباس عليكم، كلشي بخير. هادي وقيلا ما عرفتش واش مصوره شي فيديو بادية ولا هذا نخلع معاه. ما نقدرش نوصف ليكم انا الراس شحال عامر ومخربقة الحمد لله. المهم ما كنت باغا نعاود الغرض اللي قلت لكم داروا معايا تيسر الحمد لله. حنا غادي نعاود ملي تقدا عاد نحط الفيديو. وي اختي ما عرفتش منين نبدا، ما بقيتش كنعاود في يوتيوب، جاتني غريبه. دابا نعاود عرفتي، دابا جالسه كنهضر غير التليفونات التليفونات. صافي نقول شي حاجه، صافي تقدا الغرض وحط الفيديو. ماشي حاجه باغي يدعو عليا الكيتمان ولا زعما تقضي حوائجك في السر. انا ماشي على هذوك الامور اصلا، غير ما كاين والو في الطاجين ما يتحرك، فهمتي؟ يعني ما كاين حتى حاجه، ما كاينلاش نعاود كنقول يعني من ورا ما تقضى. ديك الساعه اللي حطيتها بعدا كوميم ماشي ما كاين حتى حاجه. وفي الاخر صدق فيديو يسحبوني هكا كنكذب ولا باغا ندير البوز، انا بقى لي على البوز. المهم تغفلت في المغرب، ما جايينش معوله نشري دار، ولكن كيبان ليا الدار باغاني يعني جايه والله الا غير نشوف خويا ونحضر العرس. ما معوله ما موجده، ما دايره بلون فراسي زعما، ولا حتى انا راك ما عارفه. قطعت في نهار وجيت، كي الدار بغاتني اختي حتى جالسه في الصالون كنصايب شعري. جات واحد البنت حتى هي كتعرفني، قالت لي فاش كنت حليتي الصالون المحل في تركيا ديال السيكان كنت جيت عندك وداكشي، كتعاود شرا الدار تبارك الله. بهذا كيسين وهذا غيزيدونس غزال على البحر. قالت لي راه البروجي راه في ديور زوينين، باقيين كيديرو الترونش الثاني والثالث وهذا وكان صافي. يدير ليا الطرن في راسي، ما عرفتش علاش انا كنت فايل بالحوايج المفاجئة. يعني عرفتو كل واحد كيكون عنده شي حاجة كيتفايل بها، كاين اللي كتفايل بنهار الجمعة كيوقع ليها شي حاجة زوينة كل جمعة، كاين اللي كتفايل بشي شهر في السيماء في العام، كاين اللي نهار في العام، كاين اللي المهم كل واحد باش كيتفايل. انا كنتفايل بالمفاجأة، شي حاجة كتجي على غفلة كنتفايل بها حاجة الغفلة زوينة. ما عرفتش علاش علاش، حيت حتى الدار الأولى اللي غنشري في تركيا على غفلة معوله، وراكم عارفين القصه ديالها. غادا ما معولاش غنشري، حتى شريت الطوموبيله الاولى حتى هي على غفله. ف جا صاحب امال قال لي انا خاصني فلوس، نقص لي الثمن يعني هميزه هادي، زائد قال لي عطوني غير التسباق ونكتب لكم سميتكم ونكملوا لي في الشهر. ما عطيناه لا شيك لا والو، السيد تيسر خاصو فلوس. كي تيقف امال شريناها بالليله ونهارها وكملناها لي في شهرين. الطوموبيل الثانية اللي خديت في المغرب بين ليلة ونهار، اليوم كنت كنسيركيولي بالطوموبيل ديال ماما، كان وقع مشكل في الطوموبيل غنقبل الطوموبيل وانا كنديبلاصي بزاف. غد لي شري الطوموبيل احلى غفلة، كنقول لكم ما كنكونش واجد، ولكن نقول لكم في هذه القضية كيعاونوا العلاقات، العلاقات مهمة. يعني ملي كنقول لكم ما كنكونش واجدة كنكون لا نفسيا واجدة ولا ماديا، يعني ماشي تصحاب لكم قوي. كنكون جامعه عندي فلوسي، ولكن مش حاطه حصيصه ولا لا في الدار الاولى لا في الطوموبيل لا في الطوموبيل الثانيه لا في. داكشي علاش كنت فايل انا بعد الملك يا املاك اللي شريتو شريتهم على غفله، حتى حاجه ما جات موجوده ليها ولا جامعه لها سنين ولا كنكون جامعه دايره شويه ولكن ما كتجي على صافي. هاد البنت قالت لي زعمتني وخوذي وهذا، يعني المهم طاح لي واحد الاحساس في الداخل ديال خاصك تاخذيها من جدا، وانا خاصني ناخذ في المغرب اصلا، باغا ندير نبدا نشري في المغرب.
عندي فطورتي دابا خصني نشري في المغرب. صوتي مع تمام فطورتي كنكون مرتاح، الناس ما كيفهمونيش هنا كيكون جالسين كيبقاو يشوفوا فيا كيعرفوني كنصور فيديو هذا كنحشم. داكشي علاش كنهضر بشويه، معرفتش واش كتسمعوني ولا لا. صافي صافي، من قال لي مخي خوذ توكلت على الله. الغد لي زيت طوموبيل، طلعت انا وصاحبتي كنشوفو، صدقت غنشري انا وصاحبتي، زعمت حتى هي ما واجداش. صافي مشينا شنا البروجي زوين، بيسين ريزيدونس كل يجي الصيف نقدر البحر نولي نجي ونجلسو فيها الصيف، يبقاو شي خوتي يدوزو الصيف فيها وداك الشيء. البحر مزيانة قريبة. صافي زدت تحمست ولو ما واجداش ماديا، ما معولاش نص فلوسي في تركيا ونص هنا وهذا، هذاك هما الامور اللي قلت لكم مخربقاني يعني باش نقاد كل شيء. وليني مخربقني ماشي هذا الشيء، شي تحل مع الوقت انني انا نهار اثنين غابه، والماكسيموم خاصني نهار الجمعه نقدر غلط حيت السبت واحد الاداره محل راكم عارفين. الاثنين في الصباح انا عندي الطياره، مش في الصباح مع لقيت الغدا، ولكن مع الوحدة و40 خصني ندفع الباكاج طيارة مع الربعة ولا ما عرفتش. دونك الوحدة و40 ندفع الباكاج، خصني نشد الطريق نواصل المطار معاهم الصباح، ما يمكنش. يلاه تفيق، يلاه تفطر، يلاه هذا، يلاه توالى مع وليك، ما يمكنش نط مشي ونطلع تندور نقدر غير. صافي دونك عندي تخيلوا قررت ناخد الدار، والبارح والبارح في العشيه قالت لي البنت باقي ما كاين في الطاجيميتر. البارح طلعت شفت الدار عجبني داك الشيء تحمست، نقدر نحط لكم الفيديو، نحط لكم الفيديو ديال الدار تيموا. سميتو البارح شنا هو اللي شفت الدار زعما. صافي قررت غناخد سالينا، هضرنا مع السيد اختارينا لابارتمون اللي بغينا وكلشي، غناخد انا وصاحبتي حنا بروميير ويا دوزيام. ولكن نقدر انا نبدل غناخد الغيت شوس دابا حيت باقي ما كاين في الطاجي ما يتحكش، نمشي نقدر ناخد الغيت شوس حيت الغيت شوس على البيسين حسن في الفوق تعكزيت هبطي معاهم البيسين لا انت عيانه ولا هذا، والدراري راك عارفه ما كيبغيوش يخرجوا من البيسين هذا. اللهم لتحت انت جالسه في الجرده وهو كي عمرك كتشقي في كوزينه هو وحدك وكون مقابل شي حد ولا هذا، المهم من الاحسن. ميزون دو فاكونس كتبغي الغيت شوس انا بالنسبه لي. ايوا دابا صافي البارح شنا هو البارح ثلاث اليوم الاربعاء، البارح ثلاث شفت الدار قررت ناخذ. هي كان صورت لكم فيديو اللي قلت لكم عقلي واقف هاد الساعه، والبارح ثلاث اليوم الاربعاء عندي الماكسيموم، عندي غدا وبعد غدا الخميس والجمعه باش نقري الغارق. ما خديتش سيري صورتيها ترجعي لها ثاني وهذا، لا لقيتيها باقي داكشي علاش ستريسيت، غيقدرو يفهموني البنات ستريسيت حيت الوقت مسألة الوقت في العين خاصك الحق. ولكن إن شاء الله إن شاء الله غتيسر. أفاد الكمالة ديال الفيديو إلا تقدر غلط غنقول لكم أوكي خديت الحمد لله، يا ربي تيسر الأمور. المهم ونبغي نقول لكم من هذا المنبر البنات بعد المرات ما تبقاوش دابا بزاف الناس تاع صاحبتي راه كانت لا خاصني نوجد وعامين سبع سنين هي تقول غنشري وما شراتش، ما حدك غتبقاي حاطاها بلون ديال على قبل لونغ تيرم، غتبقاي ديما انا غناخد انا غنجمع تنجمع راسي تنجمع كلشي تنجمع هذا ما غديري والو. والله شوفوا هادي الديوا من عندي انا ديما كنبقى زعما كنخط ما غديري والو. كاينين الناس اللي كيبقاو وهذا ويحسبوا لها ويديروا، ولكن اغلب الناس علاش ما دايرين والو دابا حيت كيوخروا كيسميتو هذا ويبقاو سميتو. انا ضد الربا، عمرني خديت الربا، عمرني خديت كريدي من البنكه وما ناويهش ناخذ وربي الحمد لله. ما دام ما ترك شيئا في الحرام ناله في الحلال او خيرا منه، انا تارك الربا في الحرام غيجيب لي ربي في الحلال وفي الكاش. ربي كيعاون وكيسر، ولا غتكملي كنكمل من عند الحبال. راكم عارفين حتى الدار اللي في تركيا غير عائد راجلي والذهب وثمن عدوستي وشيخي عطاوني كادو يعني واحد 4 مليون ديال الذهب كادو، يعني ما
ما فيهاش سميت. قلت لكم ربي كييسر، انا ما كنتش كنتوقع غيدعمني شي واحد بهذه الفلوس فاش غنشري دار ولا هذا. وعطاوها لي فاش بغيت نرد لهم فلوس، قالت لي لا هذيك كادو ديال الدار، رغم انني شريتها انا في سميتي، ماشي ولدهم اللي شرا، يعني عطينا لي انا كادو. حيت بالحق ما عطاونيش بزاف الذهب انا فاش تزوجت، عطاوني شي 3 ولا 4 ديال الدبعيش، ما عطاونيش بزاف. دونك فاش بغيت نشري الدار بحال كملوا لي، الله يكثر خيره، ما كننساش الفرق. حيت انا نقول لكم فاش شريت الدار اللي في تركيا ما دعمني حتى حد من المغرب، ما دخلتش درهم من هنا لهنا، حتى حد في المغرب ما دعمني. والدي راه حسن العوان كبروني، هذا دوك اختي كنزه كانت، المهم اختي كنزه هي الوحيده، ماما وبابا راه كبرونا وهاد الفرق، كانوا مزيرين مؤخرا دوك ما نسميتش. كنقول لكم غير ما كانوش في الدعم ديال يعطيوني، حتى حد ما كيعطي لحد في هذا الوقت، غير على السلف. حتى فاش السلف انا حتى حد في المغرب ما سلفنيش غناخد ديك عائلة راجلي، فقط عائلة راجلي اللي عاونوني باش نشري ديك الدار وصبروا معايا حتى رديت لهم فلوس. والمهم فقلت لكم المهم، يعني ما عرفتش كيفاش تاجبت هذا الموضوع. السلف ماشي عيب، زيري راسك الى جامعة غير شوية، ما تبقيش تسناي. حيت ما تنساوش واحد القضية، انتي كتجمعي والعقار كيطلع، انتي كتجمعي والعقار كيطلع. حاطة عينك على دار دايرة 50، ما كتجي فين تجمعي 30 الدار كتولي دايرة 70، ما تجي فين تجمعي 50 كتولي الدار دايرة 90 مليون، وانتي كتجمعي والعقار كيطلع. باغ كونطخ الا انتي جامعة واحد شوية وزيرتي راسك وشتي من عند الحباب، حطي وجهك وراك. انا ما انا كنت شحال هادي النفس هنا وما عرفتش شنو، هاديك النفس ما درنا بها والو. شكون واضحين فلوسك غتردي للناس، يعني ماشي سميتو لاش كديروا النفس في هاد المسائل. انا كنت كندير لاش ندير النفس والكبرياء في هاد المسائل هادي ديال سميتو. ما كاينلاش، ما غتطلبيش، ما كتطلبيش الصدقه اصلا، فلوس وغترديهم للناس. مزيان يكون عندك ناس في حياتك، علاقات داعمه، ملي نهار غيوقفوا عليك غيلقاوك، ونهار غتوقفي عليهم غتلقيهم. فلا داعي للنفس، النفس ما درنا بها والو، دونك غنحيدو ديك النفس ابار. هذيك النفس هذيك لا كنتي غتطلبي ولا غتسعي ما ديريهاش، ولكن شي امور بحال هكا جامعه واحد شويه، حطي لي اختي هذيك النفس ابار. شوفي الناس اللي كتعرفيهم كيتيقوا فيك، وتكون بيان سو خاصك تكون عندك سمعه زوينه في وسط هاد الناس اللي يعني غير تيقوا فيك ويسلفوك، عارفين كترجعيو في الوقت وهذا. ورجعي في الوقت، حيت غترجعي عليها مره اخرى وتبغي تسلف. ملي غترجعي في الوقت غادي تبغي تسلفي مره اخرى، ما كاينش اللي غايقول لك لا سلفنا دوك اللي عطاوك، غايقول لك سلفناها قضات الغرض ردات لينا فلوسنا. المره الجايه تقدري تسلفي اكثر ويعطيوك اكثر. اللي كنقول لكم جامعه وقليل قضي بالقليل، راه هذيك الدار دابا اللي حاطه على عين دايره 50 ولا 40 وشويه غتولي 70 من هنا العام الجاي. العقار كيطلع، كلشي كيطلع، الدول كلشي في تضخم، وغتبقاي انت تابعه الوقت. الوقت كتجري وجراك معاها. لا اختي انا نجري على الوقت، دونك اش غديري؟ نتسلف مع حد الوقت رخيصه نكمل ونشري. و شري لك الحيوطه خلاتها ماما، كنت كنقول لها ماما فلوسي ما باينش عليا، لا حوايج زينين لا هذا، زعما ما سميتها كتقول لي واش الحوايج شراوط وما الحيوطه. بنتي راك كديري الحيوطه، هادشي كله على الحيوطه زعما الدار. قالت لي راه الحيوطه راه ماشي هي الشراوط، ف ماشي مشكل، خلي عليا الشراوط غتزير وانت كتردي الفلوس. غادي هذا انا بكيت في الكريدي الاول ديالي، دابا هذا ما غيبكينيش، ما كملت غير بالقليل، يعني ما تسلفتش بزاف اونطون قليل بزاف، يعني تما كتسلفت بزاف. فالحمد لله ولات عندي تجربه، والكريدي ماشي قلت لكم ماشي بالريبه، من عند الناس السلف. فحطي لي اختي هذاك وجهك وراك، وشوفي الناس اللي كتعرفيهم ثقه داعمين، كملي وشري دابا. ما تجي فين غتكملي لهم فلوسهم هما في واحد عام ترديه لهم، دارك اصلا كتكون ولات القيمه ديالها تزادت بواحد، الا كنتي شريتيها ب 50 تكون من هنا العام ملي تكملي فلوسها للناس أو ولات هي ب 55 60 ولا كثر. ما تبقايش ما تخليش الوقت جارك، وقفي على سميت. وهو هذا ما عرفتش جاني من الداخل، بغيت نهضر معاكم هكا. لا ربما شي بنت ولا شحال من وحده تكون
عندها شي حصيصه وباغي تزعم وخايفه وما نزعم ما نزعمش وهذا ونكون سبب انها دير عليا اش ترجع تنوض تزعم دابا وتقلب ودير عليا اش ترجع محل ارض دار اللي كان هو هذا الشيء اللي غنقول لكم عمروا راسكم بالحيوط. انا من زمان اصلا عمرني ما كنت الانسان اللي لي ما كنتش لي ساك بهاد مليون وشي هذا ولا ما عمرني كنت هكا ولكن كنت كنخسر في الخوال خير وكنعرف بنات بزاف كيخسروا واختي في لي ما تجي تجمعي لها سكنه كلهم قيمه الدار ولكن شي دار عليا اش ترجع لا ما كاين حتى ملك ها هي كدور ها هي لابسه هما لي ما عندها ولكن من دوك السكن اش غيديروا لها لا زعما الا وقفتي شي نهار ما كتعرفيش الحياه تاعك اش غيديروا لك دوك السيفان باغ كونطخ دار عندك الكاش غتبيعيها عندك الكاش غيتحط فلوسك حاطه تما وغادا وكترتفع في القيمه ديالها التضخم كيوقع وهي كتضخم معاها اما الفلوس البنات حاطينهم كاش في الكونطر ما كيبقى عندهم حتى قيمه ما تحطيش كاش اصلا الكاش ما كاينش الدرهم ما كدورش ما خصهاش دور انا ما عنديش دور الكاش دابا كنهضر معاكم حتى كتبغي تشري كتحضري الكاش الا عندك شي ذهب شي هاك ملي كتبغي تشري كتحضري الكاش كتشري بيه العقار اما الفلوس ديما الارض دار طوموبيل خا الطوموبيلات كيطيحو الطوموبيل لا غتسركلي بيها يعني خاصك ترولي بيها ذهب الفضه اختي النقره خوديها في تركيا كياخدوها بالغرام حتى انا كناخد الذهب بالغرام تما فقلت لك حصل فيا شي ذهب جبتو معايا هنا ما نقدرش نبيعو ما كياخدوش فقلت لكم حصلت واحد خاص تغفلت خصني نبقى ندير لي من الاحتياط دابا الذهب ما ياخدوش من عندي هنا 22 كارا كياخدو غير 18 الذهب ديال تركيا ما عنديش كيفاش نصيفطو في هاد 3 ايام نصيفطو لراجلي يبيعو يصيفط ليا فلوس ايه الصراحة كون شفت شي بنت غادا لتركيا وراني لقيتها كون البارح شفت شي وحدة ونقول لها اللي عندها الطيارة اليوم نجيبهم لها للمطار وديهم وتصيفطهم ليه نصيفط ليها عندي الناس في اسطنبول ياخذوهم من عندها يصيفطوا في ليفغيزو تليفراو في يومين غتجيني نيشان مع الجمعه يصرفهم راجلي ديك الساعه ويستنوني يصيفطهم ليا دغيا ما جاتنيش ببالي شوفوا دابا عاد مخي بدا يخدم المهم قلت لك ما تخليش عندك الكاش كيبقى القيمه ديالو عندك ذهب حاطه 10 مليون ديال الذهب الوقت غادا كتضخم وداك الذهب تا هو كيولي 15 وكيولي 20 كنهضر على المدى البعيد هذاك الذهب انا راه شي حاجه شريتها مثلا نقولوا غير هاد السلسله شريتها شي 7 شهور ما كاملاش شريتها واش 8000 ليره ولا ما عقلتش دابا راه دايره اكثر من 16000 ليره من 8000 ل 16000 دونك يعني توقدوا الا ما كانتش كثر اخر مره سولت عليها دابا شي شهر ونص ولا شهرين كانت دايره 16000 يعني دوبل تخيلوا وسميتو ولكن حتى الذهب ماشي ملي كنقول لك الذهب ما تمشيش تشري ايام هذه غورميطه بالحجار خويطه بالحجار هذوك كيطيحوا في الثاني خودي سولي الذهبي على الذهب اللي نخزن فيه فلوسي الذهب ديال لي بارون انا كناخذ ديال 22 كارم متاكد ما كيطيحش هذيك ولا ما عندكش ديال اللي يطيح بحال دابا هاد القجاق شي كلشي كيطيح كنقول ليه القجاق شي كلشي كيطيح واخا ديامون شي كلشي كيطيح هادو دابا تبيعي بنص الثمن واحد عامين ثلاث سنين باش يرجع للثمن ماشي الله يكون في الثمن عاد باش يبدا يزيد ولكن الذهب اللي ديال لي بارون تبيعي من ورا شهر غتبيعي بثمن من ورا شهرين ثلاث شهور غادي تبداي تربحي فيه ما فيش الخسار غير باش تعرف ما فيش الخسار هو هذا اختي المهم قال لي مخي نتحدث معاكم قبلوها مني اختكم صغيره الا كنتي انت صغر مني اختكم كبيره بنتكم حيت كاينين انا ماما كانت راه كبيره في العمر وكان خاصها اللي يدير لها العقل كتقول كان ما كانش اللي قرصني انا كوراني ما عرفتش شحال دايره واخا دايره اراضيها والبارتمانات المحال وداك الشيء ولكن كانت تقدر دير اكثر يعني كانت تقدر دير اكثر ولكن ماما لك الحمد الواحد قدم مع عقل حنا كنقولوا عقل عاقله وهو صغير قد ما هو مزيان كيقول لك تواركا هاتا انا نري سنا نارسان كادر منين مرجعتي من الغلط ربح منين مرجعتي انا اختي رجعت على 23 عام عامين دابا
دابا عندي 25 وراه في هاد عامين راه الحمد لله راه اعتقت الموقف ومازال الخير ان شاء الله. 30 عام نكون وصلت للراحه. المهم ملي طولت الهضره انا عطوني كاميرا وسيروا خليوني، عطوني كاميرا ولا تليفون نصور وسيروا خليوني ما كنسكتش. يلا كبيبات، ملي تقدر غير نبارطاجي معكم باش تزيدوا تزعموا.